بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من كذبت عاد فكيف
فكان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إن إلا
ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر